السلام عليكم الاخوات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم اليوم فواحد الوصفه سهله بسيطه بالعجين المورق صالي. غادي ندير واحد البيتزات صغار. المهم يكون عندكم شي بيفي ولا شي حاجه ولا هادي، كنديرهم ان شاء الله بالطون بالفرماج موزاريلا. عندنا هنا صلصه ديال البيتزا جاهزه، عندي لاباط فيتي هنايا جاهزه، شويه ديال الزيتون خضر شويه اسود، عندي هنا شويه ديال الزعتر. هادي هما اللي باش غادي نخدموا، شويه ديال الدقيق باش غادي نطلقوا هادي، وعندنا غنخدموا بهاد القطع هذا. البنات راه سهله وبسيطه، يلا معنا نبداو ان شاء الله في الطريقه. المهم البنات خدينا العجين المورق ديالنا، طلقناه شويه نقطعو عفوا بالقطعه، نديرو عشر ما نديروش رقيق بزاف، واحد السمك بحال هكا. غادي ناخذو القطعه ديالنا وغادي نقطعو بهذا الشكل هذا. هانتوما يجيونا بحال هكا، شفتو يجيونا على هذه الطريقه هذه. المهم حنا غادي نقطعو وغادي نوجد السينيه ديال الفرن ديالي وغادي نوريكم كيفاش غادي نعمرو. راه ساهلين وبساطه البنات. هما البنات من بعد ما شكلناهم كيجيو على هذا الشيء. دابا غادي نبدا على الطريقه هذه فون البنات. دابا غادي ناخذ الصلصه ديالنا الجاهزه ديال البيتزا وغادي نديرو غير شويه بحال هكا. ملي غادي نكملوا هذا نديرو الصلصه ديالنا ديال الطماطم، غادي نديرو غير بحال هكا بهذا الشكل هذا. المهم انا غادي نوريكم غير كيفاش، وحتى نتوما غادي باش ما نطولوش علينا الفيديو. هانتوما كناخذوا واحد الكميه بسيطه بحال هكا على هذا الشكل هذا. كناخذوا شويه ديال الزيتون اللي بغيتو، خضر اكحل اللي بغيتو المهم كنديروا شويه ديال الموزاريلا عاد حتى يخرجوا عاوتاني، ونعاودوا نديروا لهم الفرماج من الفوق. المهم وغادي ناخذوا شويه ديال الزعتر ولا زعتره ولا اللي بغيتو، المهم بهاد الكميه. المهم البنات غادي نشكلو كلشي لحتى، ولكن الفران البنات يكون سخون، يكون سخون مزيان، نخليو لتحت ما نشعلوش الفوقاني حتى كنحسو بهم طلعوا لينا ونتفخوا لينا واحد شي شويه. صافي البنات كيتحمروا، وضروري غادي ندهنوهم شويه هنايا بشويه ديال البيض. صافي البنات ونطلقهم نشوفوا الشكل النهائي. البنات هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال لي فولوفون. هانتوما كي كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل هذا. عفوا البنات قلت لكم لي فولوفون ميني بيتزا، ميني كاع بيتزا كيديروا في لي بوفي. هانتوما شفتوا كي كتجي الورقه تجي على هذا الشكل. كنتمنى البنات يعجبكم هذا الفيديو هذا، وفرصه سعيده ان شاء الله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ووصفه جديده ان شاء الله.